طبعا اخواتك في الفرقه وزمايلك عملوا كده رساله او رسائل ليكي؟ والله وسجلوها وبعتت لك رسائل كده، خلينا نشوفها. يلا بينا. طب يلا بينا، شغلوا لنا كده الموضوع. مروه يا عيد، انت عارفه انا بحبك قد ايه. ربنا يوفقك في حياتك يا رب، وتحققي كل اللي نفسك فيه، وتفضلي قدوه لكل البنات. عشان انت اول بنت مصريه احترفت في الفرق، وكابتن النادي الاهلي وكابتن فريق ميسي فريكس، وهتفضلي عاطفه فخر لينا وفخر النادي الاهلي كله. مروه عيد، احنا دايما فخورين بيكي، وطبعا انت عارفه انا بحبك قد ايه، وان شاء الله تحققي كل اللي نفسك فيه. اقول لمروه ان ربنا معاكي دايما، وربنا يوفقك في اي مكان انت تبقي فيه، وعلى طول مشرفانا ورافعه راسنا، وانت تستاهلي كل فيك. مروه عيد طبعا انا عارفه من زمان قوي، وطول عمرها مثل اعلى وقدوه لينا كلنا. بنحبك جدا ودايما فخورين بيكي، وربنا معاكي في اللي جاي. يا كابتن مروه، ربنا معاكي ووفقك، انت فخر لينا كلنا، وكلنا بنتمنى ان احنا ان شاء الله في يوم من الايام نبقى زيك. ربنا معاكي ووفقك. طبعا قدوه لاي بنت ان هي تثبت مثال اعلى ليها، وربنا يكرمك ان شاء الله في اللي جاي، تفضلي دايما يعني مشرفانا، ومبسوطين طبعا بيكي، وبنشجعك على طول ومتابعينك، وبجد ربنا يكرمك ان شاء الله، ودايما كده فخر مصر وفخر العرب كلهم. ربنا يوفقك، ويا رب كده دايما من نجاح لنجاح، وتحققي كل اللي نفسك فيه. حابة أقول لمروة عيد إن إحنا كلنا فخورين بيها، وإن إحنا كلنا بنشوف نفسنا فيها، وربنا يكرمها في اللي جاي إن شاء الله، والتوفيق ومن نجاح لنجاح إن شاء الله. مروة عيد طبعاً يعني إحنا كلنا فخورين بيها قوي، وإحنا بجد هي فخر كل ست مصرية، عشان اللي هي عملته بجد حاجة يعني حاجة عظيمة قوي، بجد بنحبك قوي. مروة حبيبة قلبي، أقول لك كابتن مروة بقى، انا بحبك قوي من زمان، وكنت حلمي طبعا ابقى زيك، ولسه لحد دلوقتي نفسي ابقى زيك. ان شاء الله ربنا معاكي في اللي جاي، وشوفي احسن حد في الدنيا. بحبك. ازيك؟ احنا بنتمنى لك سنه سعيده يا رب، وانت عارفه انت قد ايه فخر لينا، ودايما رول موديل لينا، وانت فخر لينا وفخر النادي الاهلي، ويا رب تحققي انت عايزه. بنحبك يا بنت النادي. واضح ان حتى الرسائل من قلبهم يعني. والله انبسطت يعني مفاجاه جميله بالنسبه لي صراحه. انبسطت جدا جدا جدا، بشكرهم والله على الكلام الجميل جدا اللي قالوه، اللي من قلوبهم فعلا زي ما حضرتك تكرمت وقلت. شرف ليا كبير الصراحه، وهو ده برضه زي ما قلت لك عظمه وجمال النادي الاهلي، ان كلنا حاجه واحده، كلنا ايد واحده، كلنا لعيبه واحده، لما حد يحصل لها دروب، حد يحصل له حاجه، حد يتصاب، كلنا بالظبط. هم معاكي ومتابعينك ومثلا. طب قولي لي انت اكيد يعني شايفه مين من الفرقه ممكن يبقى مروه عيد عبد الملك؟ يعني اكيد برضو مش لازم يكون كوبي بيست، يعني ممكن يبقى في الروح، في المستوى البدني، في الناحيه الفنيه، شايفه مين؟ والله يعني هقول لك طبعا نصر، يعني اختي صغيره واعتقد انا مثل اعلى برضو ليها، زي ما انا كنت مثلي الاعلى كابتن حنان عيد، اختي كبيره. اعتقد نصر عندها المقومات، عندها المقومات للحاجات دي كلها. يا كابتن فريق حماسيه جدا، يمكن احنا في العيله عندنا كلنا كده، عندنا الحماس شويه، عندنا الروح شويه، عندنا الشغف وحب المكان برضو، خلي بالك الانتماء، يعني احنا منتمين قوي للمكان اللي احنا بالظبط، فاحنا نفس السيستم بالظبط. كان هم كلهم لاعبات صراحه على مستوى كويس، صغيرين زي ما قلت لك، كان قسم الخبره مش اكتر. يعني انا بشكرهم جدا جدا على التقرير ده والله، واتمنى ان شاء الله ان احنا نفوز تاني السنه دي ان شاء الله رب العالمين بالدوري وكاس بطوله المنطقه، 3 بطولات، ان هو ده الوضع الطبيعي بتاعكم، لازم تصدقوا وتقتنعوا ان انتوا النادي الاهلي، ان انتوا احسن لاعبات في مصر، لكن بالجهد والتعب لازم يكون قلبكم كلكم على قلب واحد، كلكم في حد واحد، مش فارقه مين بيلعب مين ما يلعبش، المهم ان الاهلي يكسب في الاخر. فبشكرهم جدا جدا، وبصراحه تقرير عظيم، ويعني بجد فرحوني من قلبي، لان هو كلام طالع من قلبهم.